هل اعتدت على اصطحاب المتجولين في رحلتك الطويلة إلى العمل؟ قد ترغب في أن تسمع عن عملية احتيال المسافر المتجول. هذه الحيلة تفترس السائقين المطمئنين. تبدأ عملية الاحتيال عادة بشخص يتظاهر بأنه متجول ويضع إشارة على سيارة على جانب الطريق. قد يزعمون أنهم تقطعت بهم السبل أو بحاجة إلى رحلة إلى بلدة أو مدينة قريبة. في بعض الحالات قد يطلب المسافر من السائق التوقف في مكان محدد مثل محطة وقود أو متجر صغير، حيث سيختفي بعد ذلك بأموال السائق أو الأشياء الثمينة الأخرى. يمكن أيضا إجراء عملية الاحتيال هذه في مجموعات، حيث تقوم مجموعة من الأشخاص بإيقاف السيارة ويطلبون ركوبها، وبمجرد تحرك السيارة يهددون السائق ويسرقون المال أو الأشياء الثمينة أو حتى السيارة نفسها. من المهم أن تكون على دراية بهذا الخداع وأن تكون حذرا دائما عند التقاط متنقلين. من الأفضل تجنب إعطاء المال أو الأشياء الثمينة الأخرى لأي شخص يدعي أنه بحاجة إلى وسيلة توصيل، وألا تتوقف أبدا في مكان غير آمن أو مألوف. لا يعتبر المتجولون السبب الوحيد وراء وقوعك في المشكلات على الطريق. شريحة الجبن ليست شيئا تتوقع أن تجده على زجاج سيارتك المتوقفة. هل أنا على حق؟ حسنا، قد يشير ذلك إلى شيء خطير للغاية. روت إحدى النساء قصة مثل هذه على الإنترنت، معتقدة أنها مجرد مزحة قام بها بعض شباب الحي. قررت الاتصال بصديقة وطلب المساعدة في تنظيف السيارة، ولكن بمجرد أن بدأت السيدتان في فرك الجبن المذاب من على زجاجها الأمامي، رأوا شيئا غريبا في مكان قريب. تذكرت رؤية شاحنة بيضاء تقف وكان فيه مجموعة من الرجال يحدقون فيهم بشكل مريب. لم تكن وحدها، لذا قررت أن الأمر آمن بما يكفي لإنهاء تنظيف السيارة. على الرغم من أنهما لم تشعرا بالراحة مع التحديق بهما، استغرق الأمر ما يقرب من ساعة لكشط الجبن الذي ذاب تحت الحرارة. لقد تساءلت مع ذلك إذا لم يكن هذا تكتيكا لسرقة شخص ما، ذلك لأن معظم الناس يركزون بشدة على تنظيف الفوضى عن سيارتهم، وسيتشتت انتباههم عن مراقبة الأشياء التي تركوها في السيارة مثل الحقائب والمحافظ أو حتى مشترياتهم، أو ما هو أسوأ، ماذا لو كانت استراتيجية خطف؟ هذا الجبن اللزج من شأنه أن يجعل الشخص يركز حقا على إصلاح السيارة، لذلك لن يتمكن من رؤية الأشخاص المشبوهين يأتون إليه في الوقت المناسب. الخلاصة الرئيسية من هذه القصة، إذا رأيت قطعة من الجبن على زجاج سيارتك فربما تتركها كما هي طالما أنها لا تحجب رؤيتك ولا تؤثر حقا على قيادتك. الرهان الأكثر أمانا هو تنظيفها في المنزل أو اصطحابها إلى أقرب مغسلة سيارات، وسيعرفون أفضل طريقة لتنظيف السيارة دون إتلافها. بالتأكيد قد تكون عملية الاحتيال قطعة الجبن على السيارة مجرد مصادفة، لكن بعض عمليات الاحتيال أكثر إقناعا، حيث تكون الطريقة التالية طريقة غير معتادة عندما يتعلق الأمر بانتزاع سيارات أشخاص آخرين. إذا لاحظت وجود قميص أو كنزة على زجاج الأمامي أو حتى ملفوفة بين شفرات المساحات فلا تتسرع في إزالتها. مرة أخرى، يمكن وضعها هناك عن قصد لإلهائك أثناء أخذ سيارتك بعيدا. ابتعد بأسرع ما يمكن إن أمكن وتوصل إلى مكان آمن جيد الإضاءة ومليء بالعديد من الأشخاص. هناك يمكنك إزالة أي شيء لديك على سيارتك دون أي مخاطر، حتى أن بعض الناس قد وجدوا المال تحت ممسحاتهم. من السهل أن نتخيل أن أولئك الذين تركوها هناك ربما كان لديهم نفس النية في أذهانهم. هناك طرق للمساعدة عندما يتعلق الأمر بتقليل احتمالات خطف سيارتك. حافظ على إطارات سيارتك إلى جانب الرصيف كلما قمت بإيقافها. إذا كانت عجلات سيارتك في هذا الوضع فمن غير المرجح أن يتمكن اللصوص من التحرك بالسيارة. سيرون أن سيارتك تتطلب مزيدا من الوقت والطاقة لتحريكها، لذا ستصبح هدفا أقل سهولة. للأسف تعتبر عمليات الاحتيال على الطريق شائعة جدا، ومن أكثر الأنواع انتشارا هي عملية احتيال شاحنة السحب سيئة السمعة. تتضمن عملية الاحتيال هذه ترك الزيت أو المسامير المعدنية أو شظايا الزجاج على الطريق وانتظار وقوع السائقين في الفخ. في حالة تلف سيارتك في مثل هذه الحالة، سيظهر المحتلون فجأة من العدم ويعرضون تقديم خدمات القطر بأسعار مرتفعة للغاية. سيحاولون الضغط عليك لاستخدام خدماتهم لأنهم في معظم الأوقات يضعون هذه المصائد في مواقع استراتيجية.
إنهم يتأكدون من أن الناس تقطعت بهم السبل حيث تكون الرؤية منخفضة ولا توجد محطة وقود في الأفق حيث يمكنك تقييم الأضرار التي لحقت بسيارتك. في حالة عدم وجود خيار آخر سوى منحهم الموافقة على سحب سيارتك، فسوف يستفيدون أيضا من الموقف ويأخذونها إلى ورش العمل غير المعتمدة من قبل شركة التأمين الخاصة بك. هذا يعني أنه سيتعين عليك دفع المزيد من المال لاستعادة سيارتك. إذا كنت تقود لفترة طويلة بما فيه الكفاية، فأنت تعلم أن السائق يصدم سيارة أخرى من الخلف يكون مخطئا دائما. هذا لأنه يجب عليك دائما الحفاظ على مسافة مريحة من السيارة التي أمامك حتى تتمكن من إيقاف السيارة بأمان في حالة الطوارئ. سيستفيد بعض المحتالين من ذلك عن طريق الكبح المتكرر فجأة، مما يتسبب في الاصطدام بهم. يستخدم هذا التكتيك الخطير للحصول على المال مقابل الأضرار المفترضة وحتى النفقات الطبية الوهمية. لتجنب الوقوع ضحية لعملية الاحتيال هذه، يجب عليك تقليل سرعتك والحفاظ على مسافة آمنة، خاصة من المركبات المشبوهة أو السائقين الفوضويين. إذا استمر المخادع في إزعاجك في حركة المرور، فإن أفضل إجراء هو القيادة إلى أقرب مركز شرطة والإبلاغ عنه. تخيل هذا، أنت تقود على الطريق وفجأة يلفت انتباهك سائق دراجة نارية ويشير إلى أن عجلاتك تدخن. تتوقف بسرعة إلى جانب الطريق، ثم يعرض سائق الدراجة النارية المساعدة باستدعاء ميكانيكي لفحص عجلاتك. والمثير للدهشة أن الميكانيكي يصل إلى هناك بسرعة كبيرة، ولكنه يشرع في تعطيل نظام الكبح أثناء فحص سبب الدخان، ثم يطلب منك اختبار مكابحك، وهو أمر لن يعمل بالطبع لأنه عطلها بالفعل. متظاهرا بأنه يساعد، يعرض عليك إصلاح المكابح من أجلك، لكنه سيتقاضى ثمنا باهظا مقابل ذلك. المستفاد من القصة، التزم بالميكانيكي أو شركة القطر الموثوق بها، أنت لا تعرف أبدا من ستجده على الطريق. هل سبق لك أن رأيت خيار البحر على الرمال وظننت أنه مجرد فقاعة؟ حسنا، قد تبدو هذه المخلوقات هشة وغير قادرة على حماية نفسها، لكن لدى هذا المخلوق في الواقع بعض الاستراتيجيات الرائعة للحفاظ على سلامته. اكتشف علماء الأحياء مركبات كيميائية بمساعدتها يتمكن خيار البحر من حماية نفسه من الحيوانات المفترسة وحتى من سمومه الخاصة به. وتخيل ماذا أيضا، قد تكون هذه المركبات الكيميائية لدى خيار البحر مفيدة لصحة الإنسان. عندما يشعر خيار البحر بالخطر والتهديد، يمكنه قذف أجزاء تشبه الخيوط من جسده. هذه أجزاء تشل حركة الحيوانات المفترسة في طوق سام لزج. تأتي السمية من بعض المركبات الكيميائية الموجودة عادة في النباتات. ومن المثير للاهتمام أن هذه المواد الكيميائية أقل شيوعا في الحيوانات، لكن خيار البحر طور استخدامها لصالحه. تعرف هذه المواد أيضا بخصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، ويتم استخدامها بالفعل في مجموعة من الصناعات مثل مستحضرات التجميل. لكن استخدام هذه المواد الكيميائية كأداة دفاعية يخلق مشكلة كبيرة لخيار البحر، فهو بحاجة إلى تجنب إيذاء نفسه بسمومه. هذا يعني أن خلاياه لا يمكن أن تحتوي على الكوليسترول، وهو الهدف الذي تعيقه السموم وتخترقه. بدلا من ذلك، طور خيار البحر نوعين من بدائل الكوليسترول. إنها استراتيجية دفاع عن النفس كما ترون. إذا كان بإمكانك إنتاج هذه المواد السامة، فعليك أن تحمي نفسك من إيذاء نفسك بها. إنها كائنات ذكية ومظهرها لطيف، لكن الآن أنت تعلم أنه عليك ألا تلمس خيار البحر إذا تعثرت فيه في أي وقت على الشاطئ. عند الحديث عن الأشياء التي يجب تجنبها على الشاطئ، دعونا ننتقل إلى الحلزون المخروطي الرخامي، وهو مخلوق فريد وخطير لدرجة أنه سيثير حيرتك حقا. إنه بمثابة مسافر حول العالم حقا، إذ يمكن العثور عليه على طول الطريق من الطرف الجنوبي للهند إلى أوكيناوا اليابان وجنوب شرق كاليدونيا الجديدة وساموا. إنه نطاق مثير للإعجاب، وليس المكان الذي وجد فيه وحده هو الأمر المثير للاهتمام، بل أيضا الطريقة التي يصطاد بها. قد يكون هذا الحلزون صغيرا، لكنه مفترس وشرس. إنه يحب أن يأكل القواقع الأخرى وأحيانا حتى الحلزونات من بني جنسه. عندما تكون هذه الكائنات جائعة، فإنها تخرج سنها الأبيض الطويل وتطلق حربة محملة بالسم على فريستها. وإذا لم تنجح تلك الحيلة، فسوف يهاجم فريسته عدة مرات
فقط للتأكد من السيطرة عليها. إننا نتحدث هنا عن العزيمة والإصرار، أليس كذلك؟ بمجرد أن تصل الحربة إلى هدفها تتجمد الفريسة وتبدأ عضلاتها في الاسترخاء، وعندما تكون الفريسة عاجزة يمكن للحلزون أن يبدأ في قضمها. قد تسأل أين يمكنك أن تجد هذا المخلوق المخيف؟ حسناً، إنه يوجد في المياه الضحلة إلى حد ما، عادة على قواعد الشعاب المرجانية أو قمم البحيرات الضحلة، وكذلك في الرمال أو تحت الصخور أو بين الأعشاب البحرية. راقب خطواتك في المرة القادمة التي تخرج فيها للسباحة، إنني أذكرك فحسب. على الجانب المشرق، هل تعلم أن سم هذا الحلزون يتم تطويره كعلاج محتمل للألم؟ تم دراسة بعض المواد الكيميائية الموجودة في هذه المادة، وهي مبشرة بنتائج واعدة. من كان يعلم أن هذا المفترس غير العادي، يمكن أن يكون له جانب أكثر لطفاً أيضاً. المخلوق التالي في قائمة المخلوقات التي يجب عليك تجنبها لابد أن يكون هذه السمكة الصغيرة التي يطلق عليها السمكة الصخرية. الآن قد تعتقد أن هذه السمكة تبدو وكأنها صخرة أليفة صغيرة ولطيفة، لكن دعني أخبرك بأنه لا يجب العبث معها. في الواقع إنها أكثر الأسماك سمية في المحيط بأكمله. هذه الأسماك بارعة في التنكر، إذ تندمج مع محيطها في القيعان الصخرية أو الموحلة من الموائل البحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. إنها بمثابة نينجا البحر، فهي تنتظر بصبر أن تسبح فريستها قبل أن تهاجمها بسرعة قبل ابتلاعها بالكامل. ولكن هذه هي المشكلة، فمن المحتمل أن تقوم بالسباحة ببساطة بجوار السمكة الصخرية دون أن تدرك أنها موجودة. الآن أعرف ما تفكر فيه، لا أريد أن أخطو بالخطأ على سمكة صخرية، وأثق بي لن ترغب في فعل ذلك حقا. هذه الأسماك لديها الكثير من الأشواك التي تبطن ظهورها وتطلق السم عندما يطأ أي مخلوق عليها. أوت! يمكن أن يسبب هذا السم ألما رهيبا وتورما وتلفا في الأنسجة. ليس هذا يوما جيدا على الشاطئ إذا سألتني عن رأيي، لكن لا تقلق، فالسمكة الصخرية ليست راغبة في إيذائك بلا سبب. إنها تستخدم أشواكها بشكل دفاعي وليس هجوميا، لذلك طالما أنك لا تزعجها أو تخطو عليها فتأكد أنك ستكون على ما يرام. فقط كن حذرا حيث تخطو، وربما تنفق بعض النقود الإضافية لشراء بعض الأحذية المائية. وإذا تعرضت للدغة فاطلب المساعدة الطبية المتخصصة على الفور. من الأفضل دائما أن تنظر إلى المكان الذي تمشي فيه وتحرك قدميك على طول القاع لتجنب أن تخطو مباشرة فوق هذه السمكة، وارتداء أحذية مائية إذا كنت في منطقة تعرف بأنها موطن للأسماك الصخرية. هل سبق أن كان لك شرف اللقاء بسمكة الأسد عن قرب؟ إنها مخلوقات جميلة بكل تلك الألوان والزعانف التي تشبه الأجنحة والإكسسوارات. من السهل أن تكون مفتونا بمظهرها الجميل، لكن لا تنخدع بهذا المظهر المذهل، فلا يجب العبث معها أبدا. في الواقع إنها واحدة من أخطر الأسماك في المحيط. إذا تعرضت للدغة منها فسوف تعاني من الكثير من الألم وربما حتى بعض ردود الفعل التحسسية. تحقن أسماك الأسد السم من خلال زعانفها الظهرية والحوضية ذات الإبرة الحادة. إنها ليست كائنات عدائية ولن تزعجك من فراغ، لكنها ستتصرف دفاعا عن النفس إذا تم استفزازها أو محاولة اصطيادها. ليس فقط سمها هو ما يجعلها خطرة، فلديهم أيضا أسنان صغيرة، لكن بدلا من استخدام الأسنان لعض الحيوانات المفترسة فإن لديهم شيئا أكثر خطورة، وهو زعانفها. تستخدم سمكة الأسد هذه الزعانف الشبيهة بالعمود الفقري لصد الحيوانات المفترسة، ولسوء الحظ هذا يشمل البشر. لذا في حين أنه قد يكون من المغري السباحة بالقرب من مثل هذه السمكة وإلقاء التحية عليها، فالأفضل أن تحذر من أشواكها الحادة. ولكن سوف تفاجئك هذه المعلومة، يمكن أن تؤكل سمكة الأسد. يقول البعض إنها لذيذة بالفعل، ونظرا لأنها تشكل تهديدا للنظم البيئية للشعاب المرجانية يتم تشجيع الاستهلاك البشري وتناول هذه السمكة. فقط تأكد من إزالة الأشواك السامة أولا. إذا كنت تمارس الغطس أو السباحة بالقرب من الشعاب المرجانية في المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ، فقد تصادف هذه الأسماك المذهلة. حافظ على مسافة معقولة بينك وبين سمكة الأسد، ولن تشعر بالتهديد أو الخطر الذي يجعلها تهاجمك للدفاع عن نفسها. قد تسبب قنافذ البحر أيضا بعض المشكلات إذا عثر عليها. لا تقلق، لن تقفز من الشعاب المرجانية وتقذف الأشواك عليك، إنها ليست عدوانية على الإطلاق. هذه المخلوقات موجودة في كل مكان، من الشواطئ الصخرية إلى الشعاب المرجانية، وهي شائعة جدا في كل جسم تقريبا من المياه المالحة، بما في ذلك جميع محيطات العالم. لذلك ليس من المستغرب أن تكون إصابات قنفذ البحر شائعة جدا أيضا.
لكن مهلا تحدث الحوادث عادة، خاصة عندما تشتت انتباهنا سلحفاة صغيرة لطيفة، أو عندما نكون متحمسين جدا لاستكشاف موقع غطس جديد. الآن دعنا نتحدث عن آليات دفاعهم. هؤلاء الرجال الصغار لديهم طريقتان للدفاع عن أنفسهم: العمود الفقري وهذه الهياكل الصغيرة التي تشبه الفك والتي يمكن أن تحقن مادة مؤلمة. بعض الأنواع لها أشواك طويلة وحادة يمكن أن تخترق بسهولة حتى بذلة الغوص السميكة وتستقر بعمق في جلدك. أوه هذا مؤلم، لكن لا تقلق، فتجنب قنافذ البحر ليس أمرا صعبا أو معقدا، فقط حاول أن تكون حذرا ومدركا لما يوجد في محيطك، واحترس من الأشواك البارزة في الرمال، وتحكم في قدرتك على الطفو في الماء. سيساعدك هذا على البقاء على بعد أمتار قليلة على الأقل من الشعاب المرجانية والتي قد تخفي القنافذ بين شقوقها. وإذا كان مدخل الشاطئ يحتوي على العديد من القنافذ، فاختر موقعا مختلفا للغطس، هذا مهم للغاية. الآن دعونا نتحدث عن الإسعافات الأولية بعد الإصابة بلدغات قنفذ البحر. يمكن أن يساعد نقع الأماكن المصابة في الماء الساخن لمدة تصل إلى ساعة ونصف على تكسير المادة الخطرة وتسكين الألم. قم بإزالة الأشواك بحذر بالملاقط، ويجب حلق المنطقة لإزالة تلك الأشواك المزعجة، ثم اغسل المنطقة المصابة بالصابون واشطفها بالماء العذب. طال كريمات الموضعية أيضا إذا كان لديك أي منها في حقيبة الشاطئ، وبالطبع راقب علامات الحساسية واتصل بالطبيب المختص على الفور إذا لاحظت شيئا غريبا. لكن مهلا دعونا لا ننسى أن قنافذ البحر هي مجرد واحدة من العديد من المخاطر الموجودة في الأعماق. هناك دودة نارية ملتحية وسمكة منتفخة ومرجان ناري أيضا، لذا دعونا لا نقسو على أصدقائنا الصغار، فرغم كل شيء مقارنة ببعض هذه المخلوقات الأخرى فهي مخلوقات لطيفة جدا. في قلب غابة كثيفة ينطلق شخص في نزهة في الغابة ويخوض في أعماق ملعب الطبيعة الخفية، لكن هذه ليست نزهة عادية عبر الأشجار. يتحول الأمر إلى اكتشاف غريب ومخيف. يكتشف بطل الرواية مع وميض الفضول في عينيه جحرا يختبئ في الظل. الفضول يفوق الخوف ومستكشفنا يقترب أكثر. إنه ليس جحرا عشوائيا، فهذا الجحر تعيش فيه الثعالب. إذن ماذا لو كانت هذه خطوة خاطئة وكان عليه الهروب؟ في موسم الربيع البهيج عندما تنبض الطبيعة بالطاقة النابضة بالحياة، تنخرط الثعالب في دورة الحياة المعقدة. خلال هذا الوقت تبحث الثعالب عن مأوى تحت الأرض، وخلال بقية العام بينما يزدهر العالم من حولها تفضل الثعالب الاستلقاء تحت أشعة الشمس، ولا تجد الراحة فوق الأرض إلا عندما يتحول الطقس نحو الأسوأ. وفي أشد الظروف قسوة تلجأ إلى جحورها تحمي أنفسها من جميع العوامل. تعرف هذه الجحور باسم أراضي الثعالب، تتكون عادة من عدد قليل من المداخل، وأحيانا تكون مغطاة بالتربة والنفايات المتناثرة. خلال أشهر الشتاء تحفر الثعالب المجتهدة جحورا إضافية تحسبا لفصل الربيع القادم. في بعض الأحيان من بين بقايا رحلاتها الجوفية تكمن بقايا الثعالب التي سقطت، وهي شهادة على دورة الحياة داخل هذه الشبكات المعقدة تحت الأرض. إذا قام المرء باستكشاف المنطقة المجاورة لأرض الثعلب فسوف يلاحظ وجود آثار طازجة للطعام متبقية خارج الجحور خلال الأشهر من أبريل إلى يونيو. خلال هذه الفترة عندما تزين أشبال الثعالب المرحة الأرض بحضورها، يمكن العثور على بقايا احتفالاتها، وهي علامة مبهجة على ظهور الحياة. ولكن كيف تبدو هذه الأرض؟ بعد كل شيء هناك حيوانات أخرى لها أوكار في الغابة أيضا. الآن دعونا نصل إلى أصل الأمر. تميل أوكار الثعالب وهي المساكن المراوغة لهذه الكائنات الماكرة إلى أن تكون موجودة في مناطق مزدهرة بالخضرة. قد تجد هذه المخلوقات مختبئة تحت أغصان شجرة أو تبحث عن ملجأ تحت الصخور المهيبة. إذا عثرت على حفرة صغيرة مريحة تبدو مصممة خصيصا للثعلب وشممت شيئا من تلك الرائحة التي لا شك فيها مصحوبة بأدلة أخرى مثل العظام المتناثرة، فمن المحتمل أنك اكتشفت وكرا لثعلب. للأسف يا صديقي الفضولي، لا توجد وصفة مضمونة للمكان الذي تختاره هذه الثعالب الماكرة لبناء أوكارها.
إنها تمتلك قدرة خارقة على التكيف مع البيئات المتنوعة، سواء كانت الأراضي العشبية المفتوحة أو الغابات الكثيفة أو حتى التندرة التي لا ترحم. تصور هذا، يتكون وكر الثعلب من 4 إلى 5 أقسام على الأقل. لدينا المدخل الكبير والمنحدر بالغ الأهمية والوكر الرئيسي نفسه وغرفة سرية يمكن استخدامها أيضا كمخزن للطعام. اعتمادا على حجم القطيع، قد تكون هناك غرف إضافية لاستيعاب مجموعة الثعالب بأكملها. الآن تخيل المدخل العظيم لوكر الثعلب. يشكل المدخل والمنحدر ممرا يؤدي إلى عمق حوالي 3 إلى 8 أقدام في الأرض، ويربط العالم الخارجي بالملاذ المريح بالداخل. ولكن هناك المزيد. الثعالب كونها مخططة ماهرة تخزن كنوزها من العلف داخل أوكارها. نعم، لديها مخابئ طعام خاصة بها حيث تخفي جميع اكتشافاتها الشهية. قد يختلف عدد الغرف داخل الوكر ليتكيف مع حجم القطيع، حيث تضمن هذه المخلوقات الماكرة وجود مساحة كافية للولادة وتربية نسلها الرائع. وقد تقوم أيضا بحفر أنفاق إضافية وإنشاء مداخل إضافية فقط لإبقاء الأمور مثيرة للاهتمام. الآن دعونا نتحدث عن شؤون الطهي. الثعالب من الحيوانات الدواقة الذكية التي تخزن الطعام بكميات كبيرة وتكون جاهزة لمواجهة الشتاء وموسم التزاوج، ومع ذلك فهي لا تحب اكتناز الأشياء الثمينة. عادة ما تقوم الثعالب بتخزين ما يكفيها لبضعة أيام فقط، مع الأخذ في الاعتبار أنها لا تتناول فريسة طازجة كل يوم. غالبا ما يزين التوت والفواكه غرف التخزين الخاصة بها، بينما يحتل أي لحم لذيذ مركز الصدارة في مغامرات الطهي لديها. هل لديك فضول بشأن قرب أوكار الثعالب من بعضها البعض؟ حسنا، إذا كانت الأرض تحتوي على الطعام الوفير والمياه العذبة، فقد تتعثر على 2 أو 3 من أوكار الثعالب داخل دائرة نصف قطرها 10 أميال مربعة. ولكن إذا كانت الموارد شحيحة، فقد يتعين عليك توسيع نطاق بحثك لتغطية مساحة مترامية الأطراف تبلغ 20 ميلا مربعا للعثور على وكر واحد فقط. لكن الملحمة لا تنتهي عند هذا الحد. غالبا ما يكون للثعالب المخلصة لطبيعتها الماكرة أوكار متعددة. إنها تحافظ على الوكر الأساسي المعروف غالبا باسم عرين الولادة، والذي يحمل قيمة عاطفية. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ بمخبأ احتياطي لبعض الظروف غير المتوقعة. ودعونا لا ننسى موهبتها في ادعاء أن الأوكار المهجورة أو المقترضة هي ملك لها. يا لهم من محتالين أذكياء، أليس كذلك؟ الآن دعونا نتحدث عن هذه المخلوقات الرائعة نفسها. هناك مجموعة من الثعالب من مختلف الأنواع والأحجام والتنوعات المنتشرة في جميع أنحاء كوكبنا، لكن أشهرها هو الثعلب الأحمر الموجود في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية المتجمدة. في حين أن معظم الثعالب تفضل العيش في الأماكن الطبيعية، فلا تتفاجأ إذا غامرت بالدخول إلى عوالم المساكن الحضرية والضواحي حيث قد يعيش البشر. هناك لقاءات بين الثعالب والبشر، إنه اجتماع النقيضين. تحاول بعض النفوس الطيبة استمالة هذه الحيوانات وإقناعها باصطحابها. ومن ناحية أخرى، هناك من يرتجف من مجرد فكرة الثعلب خوفا من طبيعته الماكرة والشرسة. الآن تصور هذا السيناريو، ماذا لو اقترب منك ثعلب أو شن هجوما؟ عادة لا تشكل الثعالب أي تهديد للبشر ولا تحمل أي نوايا سيئة. إنها تفضل أن تتغذى على الثدييات الصغيرة أو الماشية، وتحتفظ بعدوانيتها للصيد أو الدفاع عن النفس. ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن حالات جمعت بين الثعالب والبشر، وكانت هناك بعض الحوادث. لذلك فإن معرفة الخطوات التي يجب اتخاذها إذا اقترب منك ثعلب أو انقض عليك أمر بالغ الأهمية. يمكن بالفعل ترويض الثعالب، ومع ذلك تظل حيوانات متوحشة، ويمكن أن تكون أفعالها غير متوقعة إلى حد كبير. قد تظل مروضة للحظات ثم تعود إلى غرائزها البرية عندما تشعر بأنها محاصرة أو مهددة أو جائعة أو ببساطة خائفة. بطبيعة الحال، تنظر الثعالب إلينا نحن البشر كتهديدات محتملة، ومن مصلحتنا أن نشعر بالمثل. لا تحاول أبدا الاقتراب من الثعلب حتى لو بدا ودودا وسهل الانقياد،
حيث يمكن أن يتغير مزاجه في غضون ثوان ويهاجمك على حين غرة. تجنب الحركات المفاجئة وقاوم الرغبة في الاقتراب، لأن القيام بذلك قد يثير غضب صديقنا الثعلب أو يخيفه. في معظم الحالات عندما يرى الثعلب إنسانا بالقرب منه فإنه يهرب بسرعة بعيدا أو يلجأ للاختباء. ومع ذلك إذا وجدت نفسك في مواجهة مع ثعلب فإن أفضل ما يمكنك فعله هو التراجع خطوة إلى الوراء والسماح له بالمساحة التي يرغب فيها. إذا استمر الثعلب في نهجه أو إذا واجهت عدة ثعالب بالقرب منك يا صديقي العزيز فامنحها مساحة واسعة واسمح لها بالمساحة الخاصة بهم. امتنع عن الاقتراب منها أو محاولة إطعامها خاصة باليد، دعهم وشأنهم بينما تراقبهم من مسافة بعيدة. في الحالة التي يصبح فيها الثعلب محاصرا أرجوك أن تظل هادئا. تجنب رفع صوتك أو التسبب في ضجة غير ضرورية لأن ذلك قد يدفع الثعلب إلى الهجوم. بدلا من ذلك التزم الصمت وحافظ على مسافة آمنة منه وافسح له طريقا للهروب. تأكد من بقاء الأبواب والنوافذ خالية من العوائق مما يمنح الثعلب الحرية التي يسعى إليها، وفي الوقت المناسب سوف يخرج بسرعة. ومع ذلك إذا عبس الحظ في وجهك ووجدت نفسك في حادث مؤسف لهجوم ثعلب فتذكر أن تظل هاديا. امتنع عن إطلاق العنان لحيواناتك الأليفة أو ملاحقة الثعلب، فقط اسمح له بالانسحاب من تلقاء نفسه. إذا أصر الثعلب ورفض التراجع فقد يخيفه بعض الهتاف أو التصفيق. الآن يمكنك الاستمتاع بالغابة. تتقن هذه الشجرة فن التصويب، لذا يفضل الابتعاد عنها. تسمى هذه الشجرة بساند بوكس ويمكنك العثور عليها في أمازونيا. تتكون ذكرة الشجرة في البداية على شكل حبات قرع صغيرة، ومع مرور الوقت تصبح الثمار صلبة وتنضج. لكن هنا يأتي الجزء الممتع، بمجرد وصول هذه الثمار إلى مرحلة النضج تنفجر البذور وتنطلق بسرعة 241 كيلو مترا في الساعة، مما يجعل الوقوف في طريقها خطيرا للغاية، عدا عن أن البذور سامة أيضا. هاي تضرب عصفورين بحجر واحد. لا شك أن هناك أشجارا لا تنمو بشكل مستقيم تماما، لكن الشجرة المثنية كليا لدرجة أن فروعها تلامس الأرض هي مشهد يجب ألا تفوته. تنمو هذه الشجرة المسمى El Árbol de la Sabina في إسبانيا. اتخذت هذه الشجرة شكلها بسبب الريح، إذ تنحني الشجرة باتجاه الريح، وبالتالي لا يكون لها شكل غريب فحسب، بل يمكنها أيضا تغييره بالكامل خلال الأوقات المختلفة من العام. يمكن أن يصل ارتفاع هذه الشجرة المرنة لأكثر من 8 أمتار، وتميل للنمو في أماكن غير متوقعة، كأن تنمو فوق الصخور مثلا. ماذا عن شجرة قديمة كالديناصورات؟ اكتشفت أشجار الليمي باين عام 1994، ويمكنك رؤيتها من الجبال الزرقاء في سيدني في أستراليا. يرجع تاريخ هذه الأشجار إلى أكثر من 200 مليون سنة، لذا لا يستبعد أن تكون الديناصورات قد تجولت حولها بالفعل. بما أن هذه الأشجار مهددة بالانقراض ولم يبق منها في البرية سوى 100 شجرة، يحاول العلماء عدم الإفصاح عن مكانها للحفاظ عليها، عدا عن أهميتها في الأبحاث العلمية، إذ تساعد دراستها في الكشف عن معلومات جديدة عن ماضي الأرض. فيمكننا أن نعرف من خلال دراسة لحاء الشجرة الكثير من المعلومات، كدرجات الحرارة في الفترات الزمنية المختلفة أو التعرض للمواد الكيميائية المختلفة. اكتسبت شجرة الحياة اسمها هذا لقدرتها على تحمل الظروف الصعبة والبقاء مخضرة. توجد شجرة الغاف الرمادي في الضواحي الصحراوية في البحرين، وتتميز بنظام عميق جدا من الجذور يمكنها من البقاء على قيد الحياة حتى في الأجواء شديدة الحرارة. ما زال العلماء يجهلون الطريقة التي استطاعت بها هذه الشجرة الحصول على كمية كافية من الماء، فهذه الشجرة مميزة جدا لدرجة أنه يزورها أكثر من 50,000 سائح كل عام. تتخذ منطقة لا إنديا دورميدا في بنما شكل جسد فتاة نائمة. إنها جزء صغير من منطقة كبيرة وغامضة يطلق عليها اسم إل فالي دي أنتون، وتقع قرب واحد من البراكين الخاملة والمأهولة في العالم كله.
تضم هذه المناطق بعض الأشجار الغريبة بشكل مربع. حتى حلقات هذه الأشجار، أي أن الجزء الداخلي من جذوعها بشكل ذاته مع زوايا حادة، وأحياناً تكون بزاوية 90 درجة. حاول الباحثون إيجاد تفسير لنمو هذه الأشجار بهذا الشكل، حتى أنهم جربوا أخذ عينات من بعض الأشجار وأعادوا زراعتها في مكان آخر لمعرفة ما إن كانت ستحتفظ بشكلها هذا أم لا، لكن ذلك لم يحدث. لذا يبدو أن شكل الأشجار له علاقة بالوادي نفسه. يعتقد البعض أن مزارعا محليا زرع بعض الأشجار في صناديق مما جعلها تنمو بهذا الشكل، وكان الهدف من ذلك تقليل نفايات الأخشاب عند تقطيعه، لأن الأخشاب المستديرة تقطع عادة على شكل قطع بزوايا حادة. عثر على واحدة من أقدم وأكبر الأشجار في العالم في حديقة سيكويا الوطنية بالولايات المتحدة. يطلق على هذه الشجرة اسم جنرال شيرمان، ويصل طولها إلى 84 مترا تقريبا، أي بارتفاع تمثال الحرية تقريبا. ومحيط الشجرة مدهش أيضا، إذ يصل إلى حوالي 31 مترا. أما عمرها فلا يسعنا إلا أن نخمن أنه يتراوح بين 2300 و2700 عام. إنها شجرة عجوز. هناك الكثير من الأشجار الجميلة، لكن ليس هناك أجمل من أشجار أوكالبتوس قوس قزح الموجودة في الفلبين. تكاد تبدو هذه الأشجار وكأنها لوحات يدوية الرسم، إذ تزينها طبقات من اللحاء بألوان متعددة. تقوم هذه الشجرة أيضا بتلوين لحاء بألوان غير منتظمة، مما يجعلها تعرض عدة ألوان معا، من الأخضر إلى الأزرق، ثم الأرجواني إلى البرتقالي، ثم تصل في النهاية إلى اللون البني. لا تستخدم الشجرة لأغراض الديكورات، بل لتصنيع الورق. توجد في ناميبيا شجرة غريبة الشكل وخطيرة للغاية، يطلق عليها شجرة الزجاجة. حسناً، سبب التسمية واضح من شكلها، فهي تملك جذعاً دائرياً يصبح ضيقاً كلما ارتفعنا إلى الأعلى، لكن العصارة الحليبية التي تجنى من الشجرة سامة للغاية. هناك أسطورة تقول أن الصيادين المحليين كانوا يغمسون سهامهم فيها لتصبح أكثر فاعلية. تبدو هذه الأشجار جميلة بالفعل خلال موسم الأزهار، بأزهار باللونين الوردي والأبيض وميسم أحمر. إن رؤية الأشجار الملتوية من حين إلى آخر ليس أمرا مميزا جدا، لكن لتتمكن من مشاهدة غابة كاملة من هذه الأشجار عليك السفر إلى مدينة غريفينو البولندية. على مقربة من هذه المدينة توجد غابة مكونة من 400 شجرة غريبة الشكل. اتخذت هذه الأشجار هذا الشكل المنحني نتيجة التدخل الآلي، ولم تنمو بشكل غريب فحسب، بل ما زال الهدف منها لغزا حتى يومنا هذا. قال البعض أنها كانت مخصصة لصنع الأثاث أو بناء القوارب، لكن في كلتا الحالتين أصبحت هذه الغابة مهجورة الآن. استحوذت شجرة دعس على معابد تابروهم في كمبوديا، وكونت مظهرا ساحرا. بدأت أغصان الشجرة الضخمة تنمو بحرية فوق جدران المعابد منذ زمن طويل، يعود إلى القرن الثاني عشر، والآن رممت المعابد وأصبحت متاحة للزوار. تنمو شجرة دم التنين في جزيرة الكناري شمال غرب أفريقيا. يقول السكان المحليون أنه عند وفاة التنين كان يتحول إلى شجرة. يصل طول هذه الشجرة إلى 15 مترا، وسميت بهذا الاسم بسبب عصارتها الحمراء والتي يمكن الحصول عليها من اللحاء. لا زالت هذه المادة الحمراء تستخدم حتى يومنا هذا في الطب وفي صناعة الأصباغ. تعتبر شجرة سونلاند باوباب من أكبر الأشجار وأقدمها وأكثرها جمالا في العالم كله. يبلغ ارتفاع الشجرة 22 مترا ومحيطها 47 مترا. توجد الشجرة في جنوب أفريقيا، وما يجعلها مدهشة أكثر هو أنها مجوفة من الداخل بشكل طبيعي. لذا صممت صالة صغيرة داخل الشجرة عام 1933 تتسع لحوالي 20 شخص، لكنها تتسع الآن إلى 60 شخصا تقريبا، ناهيك عن أن عمر الشجرة يتجاوز 6000 عام. انتشرت شجرة البتولة الفضية في الدول الإسكندنافية وشمال شرق أوروبا، ووجدت طريقة لعكس الضوء. أصبح لحاء الشجرة أفتح لونا، مما جعلها تبدو بمظهر ساحر عند تجمد أغصانها في فصل الشتاء.
لتشعر وكأنك في أرض العجائب. طورت الشجرة أيضا شراكة مع فطر يتصل بجذورها وينتشر تحت الغابة لجمع العناصر الغذائية التي لا تستطيع الأشجار الوصول إليها. بالمقابل تمنح الشجرة الفطر السكريات، لكن هذا الفطر خطير للغاية ويجب ألا يأكله البشر. يمكنك التعرف على هذا الفطر بسهولة، إذ يتميز برأس فطري تقليدي قرمزي اللون مغطى بحبوب بيضاء. هناك مهرجان طبيعي يجب ألا تفوته، وهو موسم إزهار أشجار الكرز في اليابان. تملك زهرة البيضاء الوردية جذورا عميقة في الثقافة اليابانية. إن سنحت لك الفرصة بزيارة اليابان، فستجد أن رمز أزهار الكرز موجود في كل مكان، في شعارات الشركات وتصاميم الملابس والأدوات المنزلية. كان متنزه يوسمايت الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية يضم شجرة مذهلة تحولت إلى نفق. إنها شجرة كوست ريدوود بطول وصل إلى 85 مترا تقريبا. أطلق على الشجرة لقب واوونا، وهي كلمة أمريكية أصلية تعني نعيق البوم. سقطت الشجرة عام 1969 بسبب كثافة الثلوج، لكنها بقيت حاضنة للحيوانات والنباتات والحشرات، والآن تسمى الشجرة شجرة النفق الساقطة. هناك أيضا شجرة اسمها حسنا يمكنك قراءته، وهي من أندر النباتات على سطح الأرض، وقد دخلت كتاب جينيس للأرقام القياسية لوجود شجرة واحدة من هذا النوع قبالة ساحل نيوزيلندا. لم تكن هذه الشجرة وحيدة دائما، لكن عندما أحضر البشر المعازة إلى الجزيرة التهمت كل الأشجار الأخرى. لكن لحسن الحظ يبحث العلماء عن طرق لزراعة أشجار جديدة. حسنا هذا كل ما لدي، سأبحث عن طريقة لإنتاج شجرة شبيهة وأغادر. والآن إذا قررت لسبب ما إيقاظ باندا عملاقة نائمة أو احتضانها، تذكر أنها فكرة سيئة، فحتى القطط الكبيرة الشجاعة تخشى مضايقة الباندا في البرية. ربما لا تكون الباندا التي تراها في حديقة الحيوانات نشيطة، لكنها تملك فكاً ضخماً يعض بقوة، وتمكنها مخالبها القوية من إحكام قبضتها على أعدائها. الشيء الخداع في مظهر نمر البحر أو فقمة النمر، فمه الذي يبدو مبتسماً دائماً، لكنه في الواقع من الحيوانات العدوانية والبارعة في الصيد. يفضل نمر البحر أن يلعب لعبة القط والفأر مع طعامه الذي يضم البطاريق والأسماك والحبار والفقمات الصغيرة. ومنذ فترة ليست بالبعيدة، سحبت إحدى فقمات النمر عالم أحياء بحرية عميقاً تحت الماء. مهلاً، توقفي عن اللعب بطعامك. تتغذى أكلات النمل على الحشرات والحمضيات والأفوكادو. احترس، إنها لا تملك أسناناً وبصرها وسمعها ضعيفان، تماماً مثل جدي. إنها غير عدوانية وتفضل الابتعاد عن الناس، لكن إذا سار البشر على مساراتها قد تتحول إلى كائن شرس وتبدأ بالقتال. كما يمكنها الوقوف على أرجلها الخلفية واستخدام ذيلها لتحقيق التوازن، وتهاجم بمخالبها القوية بما يكفي لإلحاق الأذى بحيوان الياغوار أو باللاند روفر. قد تبدو الألبكة الفروية المنفوشة طيبة القلب، لكنها لديها طرقها للدفاع عن نفسها. يمكنها البصق حتى 3 أمتار، وحتماً لن ترغب في دخول بصاقها في عينيك نظراً لاحتوائه على حمض المعدة مع عشب ممضوغ. ويمكنها أيضاً العض بأسنانها الحادة الموجودة في الجزء الخلفي من فمها. ولديها أيضاً أصابع أقدام ناعمة لركل الأعداء ببراعة، لكنها لا تسبب أي ضرر يتجاوز شجارك مع طفل صغير، ومع ذلك من الأفضل تجنب إزعاجها. هناك 3 أشياء تبرز الجانب السيء لشيطان تازمانيا: عند وجود حيوان مفترس قريب، وعند التنافس على شريك، وعند حماية طعامه. هناك باكس باني أيضاً، لكنه كرتون. يتغذى هذا الحيوان عادة على الحشرات والطيور والضفادع والأسماك، وهم يحبون أن يتغذى على الفضلات أكثر من الصيد. لكن إذا تطفلت على منزله لأي سبب كان،
فكن مستعداً لعضة مؤلمة، فأسنانه قوية بما يكفي لمضغ العظام. الفيلة ذكية جداً لدرجة أنها تفهم مشاعر الفيلة الأخرى، بل تحاول أيضاً مساعدة بعضها البعض، ويمكنها أيضاً الانتقام ممن يحزنها. أحياناً تتسبب الفيلة في إغلاق الطرق وإحداث الدمار في قرى الأشخاص الذين يؤذونها. يصبح ذكور الفيلة عدائيين كثيراً عند القتال على الإناث. احترس من تلك الأقدام الضخمة، يمكنها حقاً إحداث ضرر حقيقي، من الأفضل أن تغادر. يمكن للسمكة اليونفوخية الانتفاخ عدة مرات لحماية نفسها من الحيوانات المفترسة. يمكن للصهر فعل ذلك أيضاً. أنا أمزح. في الواقع، على معظم الحيوانات تجنب تناولها لاحتوائها على سم كاف للقضاء على 30 شخصاً، وليس له ترياق. لذا إن كنت وحيداً ستحتاج لدعوة أصدقائك لتوزيع السم عليهم. كلا، اختلقت هذا للتو. يعتبر البجع البشر أكبر خطر يهدد منازله وعائلاته، وتصبح ذكور البجع عدوانية بشكل خاص خلال موسم بناء الأعشاش من إبريل إلى يونيو. وعند اقتراب راكبي الزوارق أو الصيادين من أعشاشهم، يبدأ البجع بالصفير والرفرفة بجناحيه. وإن لم تنتبه لهذه العلامات التحذيرية، قد يحاول البجع قلب قاربك. الدلافين الكائنات الوحيدة على كوكب الأرض إلى جانب البشر التي يمكنها قتل مخلوق آخر دون وجود سبب منطقي. يهاجم الذكور أحياناً إناث الدلافين أو حتى صغارها، ولا يفعلون ذلك من أجل الطعام. إذا طاردك دلفين غاضب، فليس أمامك فرصة للتغلب عليه، فهو قادر على السباحة بسرعة 32 كيلومتراً في الساعة. بينما وصلت أقصى سرعة للسباح الأولمبي مايكل فيليبس 10 كيلومترات في الساعة، لذا فلا يمكنه مساعدتك. اللورس البطيء الوحيد السام من بين كل الرئيسيات، ويحتفظ بسمه في كوعيه ثم ينقله إلى فمه أثناء التنظيف لحماية أطفاله. إلى جانب ذلك، يخيف هذا الحيوان غيره من الحيوانات المفترسة كالثعابين والجوارح باستخدام علامات خاصة تظهر كم هو مرعب. إذا عض لوريس البطيء شخصاً دخل إلى منطقته أو ضايقه، فقد يصاب ذاك الشخص بالطفح الجلدي أو بنوبة حساسية أو ما هو أسوأ من ذلك. رغم وزنه الكبير وجسمه الثقيل، يمكن لفرس النهر الجري بسرعة تفوق سرعة البشر بكثير، كما أن أسنانه أكثر حدة. إذا اعترضت طريق هذا الحيوان وهو يتجول، أو دخلت إلى بركة الماء الخاصة به، فسيبدأ بالتصرف بعدوانية، لكنه يظهر بعض العلامات التحذيرية قبل الهجوم. لذا إن رأيت فرس النهر يتثاءب أو يصدر صوتاً كالضحك، فهذا يعني أنه سيثور غضباً. الآن هذا محير بعض الشيء، أليس كذلك؟ يتمتع الأخطبوط أزرق الحلقات بحجم صغير جداً، لكن سمه أقوى بألف مرة من السيانايد، وعادة ما يستخدمونه لصيد الجمبري وسرطان البحر والأسماك الصغيرة. إذا شعر هذا الكائن بالخطر، فستضيء حلقاته الزرقاء كنوع من التحذير، وحينها قد يلسعك إن لم تنتبه له. ربما لا تلاحظ اللدغة نفسها، لكنك حتماً ستلاحظ أعراضها بعد دقائق قليلة، ومن بينها الغثيان والخدر وفقدان الحواس وفقدان القدرة على الحركة. لذا انتبه لما هو بالأسفل. يشكل الحلزون المخروطي الجغرافي خطراً كبيراً، كونه يثقب جسم ضحيته بأسنانه الشبيهة بالحربة ثم يحقن سمه. إذا هاجمك حلزون مخروطي صغير، ستشعر بشيء يشبه لدغة النحلة. وإن كنت ذا حظ سيء وهاجمك حلزون أكبر، فقد تصاب بخدر وتورم وشلل عضلي وتغير في الرؤية وصعوبة في التنفس. يعيش الإوز الكندي بالقرب من البشر منذ سنوات طويلة،
لكنه لا يزال يشعر بالقلق من اقترابنا من منازله، خاصة في موسم التزاوج الربيعي. في هذا الوقت يمكن أن يطارد ذكور الإوز الأشخاص الذين يشعرون بأنهم يشكلون تهديداً لأزواجهم أو بيضهم أو أطفالهم. إن كنت تريد تجنب التعرض للهجوم على يدي أو على ريش هذا الطائر الغاضب والخطير، فأفضل شيء يمكنك فعله التراجع ببطء. للسناجب الكثير من الأعداء سواء في البرية أو في المدن، أما قوتهم العظمى لمواجهة جميع هؤلاء الأعداء سرعتهم وخفة حركتهم. الاقتراب من السناجب آمن تماماً في معظم الأوقات، لكن يبقى سلوكها غير قابل للتنبؤ، مثلها مثل أي حيوان بري آخر، فقد تعض من حين لآخر. واحذر من ذلك، فهي تنقل العدوى كداء الكلب. تميل السناجب في العادة لمطاردة الحيوانات الأليفة والأطفال، لكنها قد تعض الكبار أيضاً. لذا فللبقاء بأمان، سر دائماً خلف طفلك أو حيوانك الأليف كفخ لها. أمزح طبعاً. إذا رأيت كنغراً يوماً ما ينهض على رجليه الخلفيتين، فابتعد فوراً. يتبع هذه الطريقة لتحذيرك من أنه يظنك تمثل تهديداً على أنثاه أو طعامه. تتميز الكناغر بالبراعة في ملاكمة بعضها البعض، وتملك أرجلاً طويلة ومخالباً حادة. يقفز الكنغر في الهواء لإعطاء قوة إضافية لركلاته التي تكون قوية بما يكفي لكسر العظام. لا يملك خلد الماء أسناناً، ويعتمد بشكل أساسي على تناول الحشرات والمحار. إنه واحد من بين اثنين فقط من الثدييات التي تبيض، لكن يمكن لهذا المخلوق الغريب أن يعرضك للأذى. لذكر خلد الماء نتوءات حادة مخفية في قدميه الخلفيتين، ويوجد بهذه النتوءات سم كاف للقضاء على كلب. تحصل الكوالا على معظم الماء من تناول أوراق الأوكاليبتوس، وتوفر لنفسها الحماية التي تحتاجها بأسنانها ومخالبها الحادة. عندما يخدش الكوالا شخصاً يريد أن يعانقه بقوة، قد ينقل إليه بعض الأمراض. الراكون قادر على التكيف بسهولة مع أي بيئة، بما في ذلك حديقتك المنزلية. نادراً ما يهاجم هذا الحيوان البشر بشكل مباشر، لكنه قادر على تدمير ممتلكاتك وإصابتك بالمرض. يحصل الراكون على طعامه من أي مكان، بدءاً من النفايات والقمامة إلى أعشاش الطيور. وهنا يمكن أن يلتقط الكثير من الأمراض المعدية. وإلى جانب تلك الأمراض، تسبب حيوانات الراكون للبشر جروحاً بالغة تستغرق وقتاً طويلاً كي تشفى. إذا ظن القندس أنك تشكل تهديداً لسده، سيبدأ بضرب الماء بذيله كعلامة تحذيرية، وإن تجاهلته سيحاول استخدام أسنانه الحادة ضدك لحماية عائلته. لذا فمن الأفضل الابتعاد عنه. هناك سكين خاص يمكنك استخدامه لحماية نفسك من هجومه، واسمه بيفر كليفر. مهلاً؟ كلا، هذا برنامج تلفزيوني قديم، لا عليك. يقضي ثعلب الماء الكثير من وقته في السباحة على ظهره، ولا يهتم بنظافة نفسه، لهذا يترك خلفه بقايا الأسماك التي تجذب الحشرات الحاملة للمرض. وعدا عن كونه فوضوياً جداً، يملك ثعلب الماء أسناناً قوية قد يستخدمها ضد أي زائر غير مرغوب فيه. طائر الشبنم هو الطائر الأخطر على وجه الأرض. يمكن أن يصل وزن هذا الطائر لوزن رجل بالغ، وله أرجل قوية وطويلة ومخالب حادة. يستطيع طائر الشبنم مطاردتك بسرعة 48 كيلومتراً في الساعة، ولكن من حسن حظك أنه يحاول تجنب القتال. ولكن إن كنت لا ترغب بأن تكون هدفاً لحركاته الشبيهة بالكاراتيه، ابقى بعيداً عنه لمسافة آمنة ولا تقم باستفزازه. فهمت؟ جيد؟